الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذه الكلمة التي جمعت الأمة بعد أن كانت شتات، ثم استطاعت أن تجتمع القلوب كلها عندما علمت أن الله أكبر من كل شيء، أكبر من كل مخلوق. في هذا العيد رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لنا مواسم نفرح بها، نهنئ بعضنا بعضا، تلتقي قلوبنا وإن تباعدت أجسامنا. أحيي جميع المسلمين، جميع المشاهدات ومشاهدي دولة النساء من إسطنبول، وأسأل الله لكم عيدا سعيدا هنيئا، وأسأله لكم دوام الصحة والعافية في هذا اليوم المبارك الذي أجزم وأكاد وأجزم أن الله سبحانه وتعالى لن يرد سائلا، أن يفرج كربة المسلمين، أن يفرح قلوب الأمهات والآباء، أن يزيل الآلام ويخفف آلام كل مكلوم، أن يفرحنا بالعيد فرحة حقيقية بجمعنا جميعا إن شاء الله وإعادة لحمة هذه الأمة. أحيي دولة النساء بمعدتها الأستاذة علياء، بكل الأخوات الموجودات اللواتي شاركنا على مدى هذه السنة في إقامة هذه الدولة في توطيد أركانها. أحيي جميع المشاهدات والمشاهدين، وأتمنى لهم عيدا سعيدا مباركا مملوءا بالفرح، مملوءا بالفرج، مملوءا بالتيسير. أسأل الله لنا جميعا أن يزيل هذه الغمة عن الأمة كلها، وأن يرزقنا الفرح، يرزقنا السرور، يرزقنا إن شاء الله جميعا تحقيق الأمنيات. دولة النساء هي حقيقة، وإن كان اسمها دولة النساء، ولكنها في الحقيقة اعتمدت في هذا أن المرأة هي عماد المجتمع. المرأة ليست نصف المجتمع، المرأة كل المجتمع. إن صلحت صلح البيت، صلح الزوج، صلح الأولاد، بصلاحهم ينصلح المجتمع. ولهذا كان لابد من وجود دولة للنساء.